بالنسبه للوقفه اللي حنا دايرين في منطقه الهراويين في جماعه الهراويين بالنسبه لعلاش دايرينها، دايرينها خويا المشكل ديال الحفاري على البنيه التحتيه وعلامه التشوير، والاداره ما كتستقبلناش بهذا المفهوم. بالنسبه للسيد رئيس الجماعه مشينا عنده ما استقبلناش، والخطاب اللي جا ديال سيدنا نصره الله قال لك تقريب الاداره من المواطن، وحنا كمواطنين وكمهنيين بمنطقه الهراويين ما كنلقاوش شي واحد اللي غادي يستقبلنا. لا بالنسبه لرئيس الجماعه ما كيستقبلناش، حطينا طلب لقاء مفتوح ما استقبلناش، وكاينه واحد اللجنه ديال الجولان والسير حنا بغينا نعرفوها، وباقي كنتسائلوا هذه المده كلها اللي دوزنا في العمران اللي دوزناها كساكنه وكمهنيين، يعني بغينا نعرفوا علاش هذه اللجنه ما متفعلاش، لانه كنت فعلت هذه اللجنه غادي يكون علامات ديال التشوير. حنا بغينا هذا الجماعه هذا وهذا رئيس الجماعه يتعامل معنا ويتفاعل معنا حنا كمهنيين. ملي مشينا حطينا ليه طلب لقاء كان على الاقل يستقبلنا، حنا حطينا ليه طلب لقاء مفتوح ما درناش فيه لادات، يحدد هو لادات اللي بغى وحنا غادي نمشيو عنده. هو ما استقبلناش وما ما شافش في جهتنا، وحنا كنعانيو كساكنه وكسائقين مهنيين في منطقه الهراويين، كنعانيو من البنيه التحتيه وعلامه التشوير. حنا عندنا في هذه الجهه في الجهه عندنا خمسه الجماعات، الجماعه اللي كتعرض لحوادث السير بكثره وكنمشي نديرها معك يعني بزاف، علامه التشوير ما كايناش، الناس السبب اللي كيخلي الحوادث ديال السير يكون هذا مشكل ديال من ديال الجماعه ديال السيد رئيس الجماعه. حنا بغينا هاد الجماعه تنوض تشوف هاد المواطنين اللي هما في منطقه الهراويين اللي قاطنين هنا ساكنين هنا، لا مهنيين لا ساكنه، راه كلشي واكل العصا. الوقفه الاحتجاجيه اللي كانت اليوم ما يمكن لينا الا نعاودوا ديما نوقفوا وديما نناضلوا من حق المهنيين اللي حنا كنعانيوا من عده مشاكل، اولها البنيه التحتيه اللي هي متهالكه بصفه نهائيه. بالنسبه للمسؤولين كنناشدوهم وكنطلبوهم وكنزوقوهم باننا حنا مواطنين غيورين على المنطقه ديالنا، وكنبغيو المنطقه ديال الهراويين تبان زاهيه بما في الكلمه من معنى. ما يمكنش لينا حنا كسائقين مهنيين وعندنا اسطول جديد صور طوموبيل ضربه عام بحال ضربه 10 سنين. على كل حال هذا الشيء كلشي كنعانيو منه، البنيه التحتيه بالنسبه للناس ديال الجماعه الله يهديكم علينا، حاولوا تتعاملوا معنا وحاولوا تحلوا البيبان ديالكم وحاولوا تناقشوا معنا لاننا كنطالبوا بحقوقنا اللي كيكفلنا لنا الدستور. على كل حال المشكل اللي مطروح دابا وهو البنيه التحتيه عندنا متهالكه بما في الكلمه من معنى، علامه التشوير ما موجوداش منطقه ديال الهراويين، واحد المساله نثيرها بان الحوادث اللي كتوقع في منطقه ديال الهراويين عدم المسؤوليه ديال العلامات ديال التشوير بالنسبه للناس السلطات المحليه. الاخ حنا درنا هذه الوقفه اليوم نظرا لتدهور البنيه التحتيه في هذه المنطقه، ولك تعرف شويه تهميش من بعض المسؤولين الاداريين ديالنا المشرفين عليها، رغم انها كتحتوي على ميزانيه ديالها اللي مهمه في هذه المنطقه، ولكن كنشوفوا البنيه التحتيه متهالكه، عاد جاوا الفيضانات عراو تما الواقع اللي كاين، بداوا الاشغال ولكن كاين بواحد الوتيره بطيئه، ما كاينش شي اشغال اللي خاص زعما غتحمست حنا نصبروا واحد، لكن من الاشغال ما غاتساليو واحد 3 سنين هنا، والمسؤولين هنا راه ما كيستجبوش لينا. يلا كاين تدخل ديال الدرك الملكي هو اللي كيجي عندنا، اما مسؤولين من اعلى مستوى راه قليل، حتى كنديروا الوقفه عاد كيجيو عندنا، ودابا راه عارفين عندنا شي ناس هنا مسؤولين، وراه واعدونا بان غيكون واحد الجلسه ديال الحوار، وكنتمناو حنا راه عاطينو دابا المولى وراه شافوا النقاط ديالنا اللي كندويو عليها، وراه لما كانش حاجه عاوتاني راه غتكون وقفه اخرى ان شاء الله في العماله ديال مديونه.